كم تشوفوا في دورة رياضية تحت شعار كلنا غزة وكلنا فلسطين، وجينا كذلك نشجعوا الشباب حتى يبتعدوا حفلة اجتماعية اليوم. كان الشرف باش كذلك حاضر يوسف بليلي، حميد نشاط بالزرقاء، ومجاهد، كلهم اسماء رياضية خدمت كرة القدم الجزائرية. جمعية راديوز وايمان بها بتمسك الشعب الجزائري والشباب تاعنا بالعقيدة الدينية، اليوم كان لنا شرف وين كرمنا صاحب المرتبة الأولى في تاج القرآن الكريم، وهذا مما يدل أن تعلق الشعب الجزائري. جانا القارئ بكاري قادة واليوم كان حاضر هنا وفرحان به الشعب الجزائري، كذلك شاكرين الدولة الجزائرية على اهتمامها الكبير بكل ما هو يعني خلي جمع الشباب تاعنا يتعلقوا بالدين تاعهم وحفظة القرآن كذلك. وشنا زعما كوين رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية يعني زادت يعني من القيمة المالية فيما يخص تشجيع شباب تاعنا يعني باش يحفظوا القران، وكذلك اليوم حضور تاعنا النجوم تاعنا الرياضيه باش يشجعوا الشباب تاعنا. وناكدوا مره اخرى كما قال بليلي، كلنا غزه كلنا فلسطين. كلنا غزه وكلنا فلسطين، ان شاء الله ربي معاهم وندعو لهم ان شاء الله باش السلم ان شاء الله، وان شاء الله فلسطين تستقل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. أول فريق طرحنا فيه واكتشف فيه ولقد ثقة فيه فريق مولودية وهران. أي تعالوا محمود تعمل عمل كبير وكيدي وهران بسينيا وكيدي سينيا دي بالخطوات سيكي الله يرحمه بوحة بالهدف منابر سينيا برافو على تفريز هيا يوسف شوف فيهم. لا